لأي شيء آخر. ولكن يعني ولكن سيد هواش ليس هناك أي مبدئية لهذه المفاوضات ولا مرجعية كما يعني يقول الشعب الفلسطيني. اسمح لي أن أعود إلى السيد الزعبي. سيد الزعبي تحدثت منذ قليل وقلت بأن الكرة لو سمحت الشعب الفلسطيني طبعا سأعود إليك لنتحدث عن هذه النقطة. لا يقول ما تقولين. الشعب الفلسطيني له قيادة سياسية وله فصائل وله معارضة وله سلطة وكل هذه مواقفها معروفة ولا يقول ذلك. السلطة الفلسطينية هي ممثل الشعب الفلسطيني اليوم وهي التي ذراع منظمة التحرير الفلسطينية وهي التي تفاوض على حق على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة. سيد هواش أنا قلت بأن لا مرجعية لهذه المفاوضات. لم تنجح هذا موضوع آخر وله أسباب ونحن نعالج هذه الأسباب ونحاول تغيير هذا الواقع. سيد هواش اسمح لي أن أنتقل إلى سيد الزعبي. سيد الزعبي أنت تحدثت وقلت بأن الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وكيفية ردها على ما تقوم به حكومة الكيان الإسرائيلي. ولكن يعني كيف يمكن الرهان يعني أو على مثل هذه الأزمة؟ هذه الأزمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب في ظل يعني عجز إدارة أوباما حتى الآن عن أي فعل للصراع العربي الإسرائيلي وتحديدا القضية الفلسطينية. ببساطة متناهية يجب أن يكون هناك الآن في هذه اللحظات بالذات موقف عربي واضح وصريح. لا غطاء لمفاوضات، لا رقصة عربية لأحد بالذهاب اتجاه مفاوضات، ليس هناك تفاهمات، ليس هناك نقاش قبل أن تعلن إسرائيل صراحة وعلانية تجميدها لكل الاستيطان بالكامل في القدس وفي غير القدس. وفي القدس تماما أيضا هي مسألة مهمة جدا، تجميد ما تعمل عليه وتجميد الإعلام المستوطنات ووقف كل هذه العمليات، وبالتالي فيما بعد يمكن للعرب أن يناقشوا هذه المسألة مجددا فيما إذا كان هناك ضمانات أمريكية جدية وحقيقية. أنا أعتقد الأمريكيون الآن لا يستطيعون أن يضمنوا إسرائيل بعد ما حدث مع جو بايدن، وأعتقد أن الإسرائيليين لا يقيمون وزنا أساسا للدور الأمريكي في حقيقة الأمر. هذه عادة إسرائيلية متأصلة قديمة. لا أنا هنا طبعا لا أعني بذلك أن الإسرائيليين يسيطرون على القرار الأمريكي أو لا يسيطرون. هناك شراكة أمريكية إسرائيلية هي التي تحتم الأداء السياسي الأمريكي وهي التي تضع حدود وقواعد الأداء السياسي الإسرائيلي. بمعنى آخر الحديث عن لوبي إسرائيلي في الولايات المتحدة أو حديث عن قدرة أمريكية على التأثير على إسرائيل حديث خارج السياق. حقيقة الأمر هناك شراكة أمريكية إسرائيلية، هدف هذه الشراكة هذه الشركة لها أهداف ومصالح ولها سياسات وأدوات، وبالتالي هذا خلاف داخل الشركة لن يؤدي إلى فض الشركة أو حلها أو تصفيتها. وعلى العرب أن يدركوا ذلك وأن يفهموا ذلك وأن يستغلوا هذه اللحظة السياسية لتصعيد الضغط ليس على إسرائيل فقط إنما أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية والقول الأمريكيين إذا كنتم تعتبرون إسرائيل حليفا وحيدا في المنطقة فلتبقى إسرائيل حليفا لكم في المنطقة. إذا كنا أيضا حلفاء عليكم أن تقدموا لهؤلاء الحلفاء جزءا يسيرا مما تقدمه للإسرائيليين. طيب سيد هواش، يعني التساؤل الذي طرحه السيد الزعبي، هل يمكن للأنظمة بعض الأنظمة العربية أو للعرب أن يستغلوا هذه اللحظة السياسية المؤاتية في ظل ردهم يعني الخجول عندما قالوا على ميتشل وقالوا أن الكيان الإسرائيلي حاول إفساد مهمة ميتشل، والثانية صفعة لبايدن؟ يعني اليوم يبدو أن العرب حريصون على مهمة ميتشل وكرامة بايدن أكثر من حرصهم على حقوقهم وكرامتهم. يعني أولا أنا أؤيد ما قاله الزميل ضيفك الكريم من دمشق الزعبي، وإضافة إلى ذلك أقول بأن يعني ما يقوله العرب اليوم يحتاج إلى معركة سياسية ودبلوماسية واسعة، لا يكفي المواقف الجيدة لوحدها، تحتاج الجامعة العربية والدول العربية والقمة العربية أن يكون لها موقف واضح من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لها شبكة مصالح قوية في الشرق الأوسط ويمكن التأثير على هذه المصالح بشقين إيجابي وسلبي. والحديث بشكل واضح وصريح بأن يعني من دون يعني توجه من دون ضغط حقيقي على إسرائيل لتحقيق ما تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية من حل الدولتين وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان
لا يمكن لهذه المصالح أن تستقر في المنطقة، وبالتالي يعني هناك أساس لمعركة سياسية ودبلوماسية بين العرب والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دعم عربي جيد حتى الآن إلى الفلسطينيين، مطلوب أكثر من هذا الدعم، الدعم السياسي والدعم الدبلوماسي. ويعني هذه المعركة تبشر بأن يعني العالم اليوم هناك شبه إجماع دولي أوروبي أمريكي روسي صيني على أن الاستيطان عقب أمام السلام، وأن السلام ضرورة للاستقرار العالمي والاستقرار الإقليمي. سيد هواش اسمح لي بما تبقى من وقت. سيد الزعبي، يعني رئيس السلطة أعلن قبل أيام بأنه لن يسمح بانتفاضة ثالثة، يعني كيف تفسر هذا يعني الكلام في ظل ما يجري اليوم في القدس المحتلة؟ يعني أنت تعلمين السلطة الفلسطينية ذهبت في المسار السياسي، وأنا أعتقد أنه اليوم هناك لحظة تاريخية متاحة أمام السلطة وأمام الشعب الفلسطيني وأمام المقاومة في غزة. هذه اللحظة التاريخية وأمام العرب والمسلمين جميعا، هذه اللحظة التاريخية عنوانها ليس الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، يعني هذا رهان خاطئ على هذا الخلاف، ولكن هذه اللحظة عنوانها أن المفاوض دائما يبحث عن أكبر كم وأكبر قدر من أوراق القوة وأوراق اللعبة التي يمكن أن يوظفها. من بين هذه الأوراق الدعم الشعبي، المقاومة المسلحة، الدعم الخارجي السياسي، الموقف، المنظمات الدولية. أنا أعتقد أن على السلطة أن تستفيد من كل ما يمكن أن تستفيد به من أوراق، لأنها الأضعف في هذه المفاوضات، لأن الدعم العربي لا يشكل شيئا حقيقيا أمام جبروت الآلة العسكرية الإسرائيلية. الدعم الدولي حتى هذه اللحظة لا يمد السلطة ولا يسعف السلطة بأكثر من خطابات وكلمات وبيانات. نعم، أشكرك اليوم من هناك دمشق على الأرض مقاومة وهناك السيد عمران الزعبي. أعتذر، انتهى وقت البرنامج، وأشكر من رام الله الباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ صالح الهواش، وعبر الهاتف من نيويورك الناشط في الحزب الديمقراطي السيد مهدي العفيفي. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.